يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النهاردة عايزين نتكلم عن موقف إيماني في غاية الروعة والجمال، ولكن زي ما بيقولوا الداعية لابد أن يعيش أحداث أمته، ولابد أن نتفاعل مع ما يحدث على أرض الواقع. النهاردة كان في حدث عجيب جدا جدا، ما كانش ينفع أنه يعدي من غير ما حتى نطل عليه إطلالة ولو يسيرة وبسيطة. كان النهاردة موعد محاكمة النظام السابق. حقيقة الواحد لما بينظر لهذا الحدث، طبعا ده حدث تاريخي، ده يعتبر أكبر حدث مر على العالم كله خلال 100 سنة اللي فاتت دي كلها. فالواحد لما يقعد يبص لأمر زي اللي حصل النهاردة، نقعد ننظر له من منظورين. المنظور الأول إن دي قصة شعب، قصة شعب يعني عاش الذل وعاش القهر والتعذيب والحرمان سنوات طويلة جدا جدا، وكان دعاء ناس كتيرة جدا مظلومة ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعائها، لأن سبحان الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الله عز وجل يقول لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحين المرة دي طول شوية، لكن في النهاية ربنا بيستجيب دعاء المظلوم. الوقفة الثانية اللي عايز أقفها، ودي وقفة مهمة جدا يا جماعة، إن إحنا النهاردة هنتكلم عن محبة ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لما نقعد ننظر النهاردة للمشهد اللي شفناه النهاردة على الشاشة، مشهد يخلي الإنسان يقول سبحانك يا ربي، هي دي نهاية الذل أو نهاية المعصية والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ونهاية الظلم للإنسان ممكن يظلمه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فعلا كان أخذ أليم وشديد جدا. مين يا جماعة كان يتخيل أن رئيس دولة كان بأصبعه يشير الإشارة يعني يملى الدنيا كلها عازم بالله ظلم وجور، و في لحظة يكون مرم في قفص ونايم على سرير؟ مشهد يخلي الواحد يفكر مرة، ومش مرة بس، 100,000 مرة قبل ما يقع في أي مظلمة يا جماعة. لأن ربنا توعد أي إنسان ظالم وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تقعد تبص للصورة دي وترجع لورا سنوات طويلة، بل مئات السنوات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وعهد وفيما قبل وفيما بعد، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي عهد عمر بن عبد العزيز. وتقعد تنظر لرحمة الرعاة بالرعية، كان شيء فوق الوصف يا جماعة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. الناس ديت لو كانت فكرت ولو للحظة في أن الشعب المصري ده شعب بسيط جدا وشعب مسكين، وكان ممكن يرضى بالقليل، يعني كان ممكن مع شيء بسيط جدا من يعني يفكوا الكيس سنة كده للشعب ويرحموه من الذل والعشوائيات والحياة القاسية جدا اللي كان عايشها، وفي المقابل كمان يشيلوا عنهم يرفعوا عنهم الظلم والجور اللي كان بيحصل في، انتوا عارفين طبعا، ربنا عارفين عافيكم، كان الشعب كان ممكن يرضى. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيملي للظالم ويسيبه يتمادى يتمادى يتمادى، ومع ان في حدود معينه بيعدي فيها الخطوط الحمراء والزرقاء والسوداء، ومش مشكله ومعدي ما دام ما حدش بيتكلم ان فرعون على في الارض. سبحان الملك، ويعني المثل المصري عندنا قالوا: يا فرعون ايش فرعونك؟ قال: ما لقيتش حد يصدني ولا حد يوقفني. سبحان الملك، لو كانوا فكروا لحظه
لحظة واحدة في أني ممكن أفكر طيب يعني يعني أنا ممكن أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أرد المظالم، أرحم الشعب شوية، ويا بخت أي حاكم عادل، بقول يا بخته، يا بخت أي حاكم عادل، لأنه هياخد ثواب كل إنسان في رعيته بيعبد ربنا. يعني أنا متخيل مثلا، يعني أنا عياذا بالله عمر ما أتمنى هذا، لكن أنا متخيل لو أن الواحد حاكم ويحاول بقدر إمكان يرحم الناس، يأكلهم، يشربهم، يوصل لهم الخير، يدلهم على الطاعة، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يذكرهم بالله، والناس هتسمع، الناس هتسمع. لو أن كل الدعاء وقفوا يعني في أو قاموا في وقت واحد يذكروا مثلا النساء الأمة بالحجاب، في منهم اللي هيستجيب وفي منهم اللي مش هيستجيب. لكن لو أصدر رئيس دولة قرار بأن من بكرة كل بنت تلبس حجاب، الدنيا كلها تستجيب. فإن الله كما قال عثمان بن عفان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا الناس تأتي بقرار من حاكم أو من رئيس أو من مدير أو من غير ذلك، ولا تأتي لو سمعت آية قرآنية أو غير ذلك. وأذكر موقف عجيب جدا كان حصل زمان لما أحد رؤساء الجامعة، وطبعا دول كلهم كانوا يعني تعرفين نظامهم ومتوظفين منين ومتزبطين منين يعني، فمنع كل محجبة أن تخش الجامعة، فقعدوا ذكروا بالله وقعدوا يذكروا الآيات القرآنية والأحاديث، وهو خلاص ركب دماغه لا يمكن ولا بنت محجبة تعتب الجامعة. وأصدر قرار فعلي وخلى الحرس بتوع الجامعة يمنعوا أي واحدة مختمرة أو منتقبة تخشش الجامعة خالص. فوصل الخبر للشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، وبحكمة بسيطة جدا دخل على رئيس الجامعة. رجل طبعا لما عرف كان الشيخ الشعراوي كان ما شاء الله رجل ليه مكانته والناس كلها بتحبه، وأيا كان حتى لو إن الرجل ده مش متدين هو كده كده بيوقر الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة. راح داخل عليه، سلام عليكم، ازاي حضرتك يا دكتور، وربنا يبارك فيك وينفع بيك، وبالأسلوب الجميل والبسمة الحلوة بتاعت الشيخ الله يرحمه، وقعد يتكلم معاه وقال له يا دكتور والله أنا شايف على وش حضرتك ما شاء الله نور، ربنا يزيدك من هذا النور، وقعد يبجح له نفسه ويثني عليه لعله عسى أن الرجل قلبه يرق يعني. فالرجل فعلا قلبه مفتح، فالشيخ بدأ يتكلم معاه قال له والله أنا سمعت أمر كده، بس أنا يعني أظن أن لا يمكن يكون ده حصل. قالوا أن حضرتك منع البنات المحجبات من دخول الجامعة، وحاشا لله أن يكون حضرتك بتعمل حاجة زي كده، لأن ده صد عن سبيل الله. فالدكتور قال له اللي هو رئيس الجامعة ده، قال له أنا فعلا أصدرت قرار ده شيخنا، لأني مش عايز أجرح شعور البنات غير المسلمات لما يلاقوا دي محجبة وهي مش محجبة. فقال له طيب أنا ممكن أسأل حاجة سؤال صغير، حضرتك يعني رجل ديمقراطي بيكلمه بقى بلغة ما دام العقل يعني خلاص، ما دام الدين لا العقل ده لا يستقبل دين خالص بالمرة، خلاص تكلمه بالمنطق العقلي. قال له حضرتك راجل يعني تؤمن بالحرية الشخصية والديمقراطية؟ قال له طبعا أنا راجل متحرر وحب الديمقراطية والحرية الشخصية. وقال له خلاص جميل قوي، يعني الـ الـ البنت اللي بتلبس استريتش أو جيبة أو الكلام ده كله بتدخل الجامعة ليه؟ رغم أن ده مكان للعلم، المفروض أنها داخلة بشكل محترم ومهذب حتى تتلقى العلم. قال له والله دي حرية شخصية. قال له إذن فأنت تؤمن بالحرية الشخصية والديمقراطية؟ قال له طبعا. قال له خلاص، إيه رأيك ما تيجي بقى ننفذ الديمقراطية والحرية الشخصية على كل الناس في هذه الجامعة، فندخل برضو المحجبة من باب الحرية الشخصية؟ قال له خلاص موافق. سبحان الله، مع أن من قبل الشيخ كلموا وذكروا بالله وقالوا الآيات القرآنية والأحاديث وإلى غير ذلك ولم يتذكر. فكما قال عثمان رضي الله عنه ورضاه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. سبحان الملك، لما تقعد تفكر في واحد زي عمر بن عبد العزيز، أنا مش هقولك بقى عمر بن الخطاب لما كان بيجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. لما عمر بن الخطاب يعني يمشي بالليل كده عشان يطمئن على أحوال الرعية، وكان مقسم ليله لثلاث أقسام، جزء منه ينام وجزء يصلي قيام ليله، وجزء الثالث ده يروح يطمئن على أحوال الرعية، رغم أن عمر بن الخطاب مش مطالب بكده، ده أمير المؤمنين يعني ممكن يكلف أي واحد عنده يقوم بالمهمة دي، ورغم ذلك كان يكرف جهده كله عشان يطمئن بنفسه على أحوال الرعية. وانتوا عارفين قصة أم اليتامى اللي كانت قاعدة عمالة بتغلي المية في القدر وحاطة شوية حصى بتوهم الأولاد ان في أكل بتعمل، وقاعدة جنبهم بتبكي.
حد من الأولاد يناموا، فعمر بن الخطاب لما مرة قال ماذا تصنعين؟ قالت له أفعل كذا وكذا والله بيننا وبين عمر. هي ما عرفتش أنه سيدنا عمر. قال وما يدري عمر؟ قالت سبحان الله يتولى أمرنا ثم ينسانا. الكلمات زلزلت قلب عمر بن الخطاب، جرف ساعتها جماعة على طول على بيت مال المسلمين، وخد شوال دقيق وشوال سكر وجراب فيه كده سمن، وراح شايل وبيقول للغلام بتاعه اسمه أسلم، قال أحمل علي يا أسلم، قال أحمل عنك أم عليك، قال أحمل علي، قال أحمل عنك أم عليك، قال ثكلتك أمك يا أسلم، أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ أحمل علي. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشيل على ظهره ويروح يوصل لهذه المرأة، ويقعد يصب لها الدقيق على الزيت على السمن على السكر ويقلب لها، ويقعد ينفخ في النار لحد ما الدخان بقى طالع من لحيته، وهي ما تعرفش ان ده عمر بن الخطاب. بعد ما خلص وقف ورا شجرة استخبى، وأسلم بيقول له ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال جئت والأطفال يتضاغون من البكاء من شدة الجوع، فلن أمشي حتى أرى بسمتهم بعد الشبع. لا يمكن أمشي لحد ما لهم أكلوا شبعوا وابتسموا. فعلا فضل واقف لحد ما الأطفال كلوا وانبسطوا يعني، وما شاء الله ابتدوا بقى يمرحوا ويمزحوا، بقى فرحان جدا. ثم ذهب إلى المرأة وقال إن جئت غدا إلى أمير المؤمنين ستجديني عنده. تعالي بكرة أمير المؤمنين هتلاقيني عنده إن شاء الله. راحت تاني يوم المرأة فدخلت فلقيته هو أمير المؤمنين، وما شافتهوش هي سمعت عنه، فراحت لقيته هو أمير. طبعا ما كانش في بقى التلفزيون بينقل خطاب الرئيس ولا الكلام ده كله، فهي ما تعرفش شكل سيدنا عمر، فراحت لقيته هو عمر بن الخطاب. فخافت قال لا عليك يا امرأة، وجعل لها موردا من بيت مال المسلمين كل شهر تروح تقبضه. ده عمر بن الخطاب، دي صورة بسيطة لعمر بن الخطاب. لما حصل عام المجاعة، عام الرمادة اللي حصل فيه مجاعة كبيرة جدا بين المسلمين، كان لا يأكل إلا الخبز والزيت، حتى اسود وجهه وكانت بطنه تقرقر تصدر أصوات، يقول لها قرقري أو لا تقرقري والله لا أشبع أبدا من طعام حتى يشبع كل المسلمين. ده عمر بن الخطاب. تعال شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، اللي حكم الأمة 5 سنين و5 شهور و5 أيام. عمر بن عبد الله حكم الأمة عفوا 2 سنين و5 شهور و5 أيام. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز اللي قاد الأمة لكل خير، تخيل حضرتك في 2 سنين و5 شهور و5 أيام يقدم نموذج عالمي للحاكم العادل الرحيم اللي قلبه مليان خير لأمته. من أول لحظة قام عشان يعطي الناس الحقوق بتاعتها، من أول يوم بدأ ينادي على الناس أن يجمعوا زكاة المال والصدقات حتى يفرقها على المسلمين في كل أقطار البلاد، وكان يحكم 26 دولة ويبعث من ينادي في كل مسجد من مساجد كل البيوت وكل البلاد في بلاد المسلمين، أين اليتامى وأين الأرامل وأين المساكين، من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، تروح الأموال وتتقسم على المساجد بتاعت 26 دولة وترجع نفس الفلوس مرة تانية لعمر بن عبد العزيز في خزانة المسلمين بيت المال. فيقول أما ناديتم على الناس؟ قالوا نادينا أمير المؤمنين. قال فلماذا عاد المال مرة أخرى كما هو؟ قالوا عففت فعفت الأمة كلها. قال أرسلوا من ينادي في كل مسجد، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين كلها. قال من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والبنات عشان يفرغوا الشهوة في الحلال، فيتفرغ أو تتفرغ عقولهم وقلوبهم لخدمة هذا الدين ولعبادة الله سبحانه وتعالى. قال من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حجج الناس الفقراء كلهم من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين، كانوا يجيبوا شويلة الحبوب ويرموها في الصحراء حتى تأكل الطيور في عهد المسلمين، ثم يقول لهم بعد ذلك ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب اللي هم النهاردة بيتصدقوا علينا. ده عمر بن عبد العزيز الذي يدخل عليه رجل راعي غنم بيقول له يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي كل يوم وينام في حضن الغنم. انتوا عارفين ان النبي لما حب يمثل لنا مدى خطورة الدنيا على قلب العبد المؤمن قال ايه؟
قال ما ذئبان أرسل في غنم بأشد على عليهما من فتنة الدنيا على قلب المؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذئب مشكلته مشكلة، الذئب خطره على الغنم أشد من خطورة الأسد، رغم أن الذئب ده لا يساوي أي شيء بالنسبة لقوة الأسد، لكن الأسد عزكم الله حيوان نزيه شوية. يعني إيه؟ يعني لو شاف عزكم الله 50 شاة يقتل شاة واحدة ويقعد يأكل من لحمها وجبة واحدة يشبع، ويسيبها بقى إيه للضباع والذئاب والوحوش يأكلوا زي ما هم عايزين، لكن هو بيأكل كل حاجة طازة زي ما بيقولوا يعني. أما الذئب لو شاف 50 شاة يقتل 50 شاة لو قدر، ويفضل يأكل منهم إن شاء الله حتى 2-3 شهور، حتى لو جيفت اللحم، لو أصبح اللحم منتن ما تفرقش معاه. فخطر الذئب على الغنم أشد من خطورة الأسد على الغنم. فالراجل بيقول له الذئب مش بيجي يقتل الغنم، ده بيجي ينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. يجي له رجل ويقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين، قال لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. في آخر أيامه ابن عمه، شوف النهاردة التكية اللي كانت معمولة، وشوف التورتة البلد دي مصر دي كانت تورتة كانت متقسمة على هؤلاء الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عملوه في الشعب المسكين ده. يعني عمر بن عبد العزيز في آخر أيامه يدخل عليه واحد من أولاد عمه يقول له يا أمير المؤمنين ألا تكتب شيئا لأبنائك فقد أفقرتهم في حياتك، ولادك دول تعاشوا في فقر شديد. واللي يدلك على كده الرواية اللي بتحكي قصة دخول المسلمين على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عشان يهنوه بعيد الفطر. سبحان الله، دخل الرجال وخرجوا، وبعدين دخل الصبي الصغار، وكان من بين الصبي الصغار ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا رثة قديمة في يوم عيد، وده ابن أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر بن عبد العزيز فبكى، فتقدم الابن وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال له ابنه يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فعمر بن عبد العزيز عايشهم عيشة كلها تقشف وزهد صعب جدا. ولذلك لما قيل الإمام مالك أيها الزاهد قال أنا لست بزاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي جاءته الدنيا كلها تحت قدميه فرقدها برجليه. هو ده الزاهد، هو ده الزاهد اللي كان عنده ملايين ومليارات وعمره في حياته ما أنفق حاجة على بيته، لدرجة أنه في يوم من الأيام يدخل على زوجته فاطمة ويقول لها عندك درهم يا فاطمة؟ قالت له درهم يعني، فهم زي يعني تخيل رئيس جمهورية داخل بيقول لزوجته معاكي نص جنيه، قالت له تعمل بيه؟ قال لا اشتري بيه عنب يا امير المؤمنين، اليس معك درهم؟ قال لها عايز اشتري عنب، يعني نفسي اشتهت العنب فعايز اكل عنب، اليس معك درهم يا امير؟ قال لا. فقالت سبحان الله، قال هذا اهون علي من معالجه الاغلال في نار جهنم، انا لما اكون قاعد وانا امير المؤمنين ومعيش فلوس احسن من اني اخد من دم الشعب ومصه واكل فلوسهم واجي يوم القيامه اتغل عياذا بالله بالسلاسل في نار جهنم بسبب ظلمي لشعبي. ده عمر بن عبد العزيز. ابن عمه بيقول له الا تكتب شيئا لاولادك، يعني كده قبل ما تموت حته منحه كده، حاجه كده 500 فدان مش عارف فين، وخمس ست فيلل على النيل، وقصرين مش عارف فين، ومليارين ثلاثه يتحطوا في انجلترا، حاجه كده لاولادك امير المؤمنين، واولادك دول شايلين اسمك وبرضه لازم يكون عندهم فلوس. فقال وهل املك شيئا يا اخي؟ بيقول لي ابن عمه وهل املك شيئا؟ انه مال المسلمين وانا مستخلف فيه. خد بالك بقى، ومن كان يحكم مسلما فهو خادم لذلك المسلم. انا المال ده مش بتاعي، ما اقدرش اكتب لهم حاجه. في ساعتها راح منادي على اولاده قال لهم تعالوا، والكلام ده هو لسه في بدايه السكرات. قال يا ابنائي ان اباكم قد خير بين ان تستغنوا ويدخل النار وبين ان تفتقروا ويدخل الجنه، وقد اختار ابوكم الجنه، انصرفوا. عمر بن عبد العزيز بيقول لهم انا خيرت بين امرين، اغنيكم بالفلوس واخش انا النار عشان خاطركم، او اخليكم في المستوى البسيط ده وانا ايه ربنا يكرمني لعل وعسى ربنا يكرمني بالجنه.
ثم نظر إلى ابن عمي وقال: يا هذا، إن أولادي بين رجل من رجلين، إما أن يكونوا من المتقين فالله ولي المتقين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. كانت صورة بسيطة، صورة حاجة بسيطة جدا جدا. الناس دي لو فكرت لحظة يا جماعة، ما كانش حصل لهم اللي حصل لهم، اللهم لا شماتة، لأن الإنسان يعني هي رسالة، رسالة لكل إنسان ظالم. والظالم ده مش لازم يكون حاكم، الظالم ده مش لازم يكون رئيس دولة، الظالم ده مش لازم يكون وزير داخلية، الظالم ده ممكن يكون أنا أو أنت أو أنت أو أي حد فينا. اوعى تفتكر ان يعني بعض الناس يسمع على ظن يقولك اعوذ بالله من الظلمة، دول منهم لله، ده ممكن يكون مني انا لله سبحان الملك. يعني قد يظلم الانسان وهو لا يشعر ان هو ظالم. خد بالك من حاجة، يعني فلازم نتحلل من المظالم، ده اول درس ناخده، لان الظلم والله ذل للانسان في الدنيا والاخرة. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وكلكم عارفين الحديث، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال زي الفل هي، لكن عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وشوف لفظ الحديث، فيعطى هذا، ما قالش من صلواته، مع أن في بداية الحديث قال يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، إنما قال فيعطى هذا، قال إيه؟ فيعطى هذا من حسناته. الراجل ده كان عنده حسنات؟ آه طبعا، يعني معنى كده إن الراجل ده كان مخلص وكان متابع للنبي، لأن من شروط قبول العمل شرطين يا جماعة، الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة. وما من عمل إلا وينشر له ديوانان يوم القيامة، لما وكيف، لما فعلت هذا الفعل، لجلب نفع أو لدفع ضر، أم أنه أنك فعلت هذا الفعل لمولاك أم لحظك وهواك، وكيف فعلت هذا الفعل، هل كان على هدي النبي أم بأي طريقة ما. يبقى إذن لابد أن احنا يكون فيه إخلاص ومتابعة. الرجل ده كان مخلص ومتابع، والدليل على هذا أنه لما صلى وصام وزكى وحج ربنا اداله أجر. وبعدين كان ممكن ربنا يحاسبه معاملة حسابية شوية، إزاي يعني؟ يعني أنت عملت كم حسنة؟ مليون حسنة؟ 5 مليون حسنة؟ طب وعليك كم بقى مظلمة؟ علي مظالم ب5 مليون سيئة، خلاص دي قدام دي تيجي يوم القيامة ما تليش حاجة. فلما يجي راجل يوم القيامة يقول خلاص قد الله ما شاء فعل، أكيد ربنا ما قبلش عبادتي. لكن مش هي دي الحسرة، الحسرة أنه يجي يوم القيامة يا جماعة، وفكروا في الموضوع ده، الحسرة أنه يجي يوم القيامة يلاقي جبال حسنات، ما شاء الله جبال حسنات بتاعت مين دي؟ بتاعتك أنت. فيقف ويبص على جبال الحسنات ما شاء الله، وبعدين فجأة بيبص لقى كردون ناس حواليه محوطة من كل حتة. دول مين يا رب؟ دول اللي انت ظلمتهم عايزين حقه. طب يا رب انا اعمل ايه؟ لا اديهم حقهم، لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الملك، مشهد عجيب جدا. فده عملت لك ايه؟ اغتبتني، خد حسنات على قد الغيبة اللي اغتبها لك. وانت وقعت بيني وبين اخويا وحرقت قلبي على علاقتي باخويا طول عمري مخصمين بعض، خد حسنات. وانت قذفت زوجتي اتهمتها عياذا بالله ظلما نظورا، خد حسنات. وانت ده قتلت اخويا، وانت عملت كذا، خلصت حسنات الراجل ولسه أغلب الناس ما مشوش. طب يا رب أنا خلاص خلصت حسنات جبال الحسنات، 5 مليون خلصوا وزعتهم. أيوة بس في ناس ليهم حقوق. طب يا رب أنا هجيب منين؟ معلش لا، لازم ياخدوا حقهم. ما فيش النهاردة ظلم، لا ظلم اليوم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. سبحان الملك. فجاء اللي حصل إيه؟ طب خلاص الناس ديت لسه لهم حسنات عندك هياخدوها منك، انت حسناتك خلصت. طب انتوا عندكم سيئات؟ اه عندنا سيئات، ادوروا من سيئاتكم بقدر اللي انتوا عايزينه. انت عايز كم حسنه؟ والله انا عايز 2000 حسنة، اديله 2000 سيئة فيديله 2000 سيئة. وانت عايز كم حسنه؟ 50,000 حسنة، خد بالك. طب اديله 50,000 سيئة
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. دي مشكلة الظلم. عارف مشكلة الظالم إيه؟ إنه حتى لو كان بيعبد ربنا، يعني هب إن الناس ديت كانت بتعبد ربنا، هب إن الناس ديت كانت بتصلي قيام الليل وبتصوم النهار وبتقرأ القرآن وذكر لله، وده كان طبعا ده ما كانش حاصل، بس أنا بقول لك هب إن هم كانوا كده. لكن في مظالم، في ناس اتقتلت، في ناس اتظلمت، في ناس اتخربت بيوتها، في ناس اترمت في السجن لحد ما اندفنت جوه السجن، تخيلوا. في ناس، في أسر اتخربت، في أكتر من 500,000 أسرة في مصر اتدمرت بسبب أن ولادهم اترموا في السجون والمعتقلات لحد ما ماتوا. في أسر ولادهم راحوا المعتقل ما شافوش ولادهم، وسمعوا بعد 15 سنة أن ابنهم مات من 10 سنين واتدفن واترمى في الصحراء. أشياء رهيبة، مظالم ما كانتش عادية، مظالم كانت يعني تعرف، عارف الإنسان اللي عازم بالله اللي يقتل أول مرة فيستبشع الجريمة، ثم بعد ذلك يحس أن قلبه بقى قوي، وأنه لما بيقتل بيحس بنشوة، وأنه هو أكبر من الدنيا دي كلها، وأنه حاجة كبيرة قوي، وبعد كده خلاص يستمر رؤية الدم لحد ما الدم ده بالنسبة له كأنه شايف جيلاتي ولا آيس كريم ولا شايف عصير ولا أي حاجة. الدم بالنسبة له لا يثير عنده أي شيء من القلق ولا الحزن ولا الخوف. دماء كتيرة سالت وناس كتيرة ظلمت، ولذلك الإنسان لما بيأثر في حق ربنا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا وإياكم يا رب العالمين العبادة. أنا النهاردة كنت عايز أتكلم عن حب الله سبحانه وتعالى، لكن يظهر أن الحلقة هتكون الموقف الإيماني اللي هنعمله النهاردة، وأستاذنا المخرج الفاضل يعني يغير بقى عنوان الحلقة، مش هيبقى بقى حب الله، حب الله نتكلم فيها بكرة، لكن يظهر إحنا هنتكلم النهاردة عن لا ظلم اليوم أو لا للظلم أي حاجة، لأن أنا فعلا حبيت أعلق على الحدث، لكن لقيت فعلا الحديث ذو شجون، لازم نتكلم ونقول للناس يا جماعة ارحموا نفسكم من الظلم، ارحم نفسك، ارحم نفسك اللي بتظلم أمك وأبوك وبتعقهم، ارحم نفسك اللي بتظلم أخوك ومقطعه بقالك سنين، ارحم نفسك اللي ظلمت أختك وكلت مراسها، ارحم نفسك اللي رفع على واحد قضية ظلم وعدوان عشان عياذا بالله يعني تبتز وتاخد فلوسه ظلما وعدوانا. وياما ناس كتيرة جدا وشفنا مشاهد أعجب من الخيال. اوعى تفتكر ان الظالم بس هو رئيس دولة ووزير داخلية ووزير مش عارف ايه، لا لا لا، ده انت ممكن تكون أظلم منهم، يعني ممكن تكون انت نفسك كرجل من الشعب ممكن تكون أظلم من الناس دي كلها، ممكن تكون ظلمت أمك وأبوك، ممكن تكون ظلمت أختك وأخوك، ممكن تكون ظلمت زوجتك وأولادك، ممكن تكون ظلمت ناس كتيرة جدا في حياتك وإنت بالنسبة لك مش واخد بالك أو مش عايز تاخد بالك. ده المنظر اللي شفناه النهاردة ده عظة وعبرة. ربنا بيقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقسم بالله الآية دي تخلي جسم الواحد يقشعر يا جماعة، والله العظيم تخلي جسمك يقشعر. انت عارف معناها ايه بالبلدي كده؟ انت عارف ولله المثل الاعلى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل لما واحد رجل قوي جدا جدا فشاف واحد ظالم بس ضعيف، هو ضعيف بس ظالم، فظلم ناس، فبيقول له انا مش هقول لك هعمل فيك ايه، لكن هتشوف انا هعمل فيك ايه. انت عارف ده اصعب من انه يقول له ايه ده انا هقطع ايديك او هقطع رجليك او هخزق عينيك او هعمل كذا، هيقول لك خلاص انا عرفت هيعمل فيه ايه. انما لما يقول لك والله العظيم لا تشوف انا هعمل فيك ايه، بكرة تعرف، هيبت طول الليل يلف حول نفسه، يا ترى هيعمل ايه فيه ايه، يا ترى يعني طب ايه اللي ممكن يعمله فيه، طب هو امكانياته ايه، طب هو لو فكر في كذا لا ده ممكن يدمر حياتي، لا طب لو عمل كذا لا ده كده هيدمرني انا والعيله كلها. شوف تخيل يرعبك. ولله المثل الاعلى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فتخيل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض يقول لك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لأنه أمرنا في الدنيا وقال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اوعى حد يظلم حد. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بيذكرنا حتى لو وقعت في مظلمة الحقوا،
الحقوا نفسكم. عارف لما واحد بيجي يقول لك الحق ده هيحصل مش عارف ايه، الحق نفسك قبل ما تضيع. هو النبي بيقول لك كده. حديث رواه البخاري قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. مشكلة يا جماعة إن في ناس كتير نسيت لقاء ربنا، ونسيت إن في يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. والدنيا كلها أقسم بك يا ربي والله ما تساوي حاجة. شوف، يقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة. كل الدنيا دي كلها، شوف اللي لموا مليارات ومصوا دماء الشعوب وقهروا وظلموا وسجنوا وسرقوا وعملوا اللي ما تعملش، كل الدنيا دي بتاعتهم دي كلها ساعة ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثت يوما. لا لا لا، مش يوم، أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل اللي بيعدوا، احنا ما نعرفش نعد. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. بيقول لهم يعني أنتوا سبحان الملك، بيقول لهم أنتوا عدتوا في الدنيا دي قد إيه؟ قالوا له: يوم. لا مش يوم، لا مش يوم، ده أقل من يوم. فربنا بيرد عليهم بيقول لهم: إن لبثتم إلا قليلا. كانتش مستاهلة الدنيا إن أنتوا تعملوا في الناس كده وتعملوا في بعض كده وتأذوا في الناس وتدمروا حياتهم بالمنظر ده. إن لبثتم إلا قليلا، ما كانش عندكم ريحة العقل. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. سبحان الله. وبعدين بعدها بيقول يعني: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. بينهم أنتوا فاكرين أن أنا سايبكم كده في الدنيا، مش هتتحاسبوا على كل اللي بتعملوا ده، مش هتتحاسبوا على الدماء اللي سالت والناس اللي اتسجنت واللي اعتقلت والأسر اللي خربت والناس اللي عايشة في العشوائيات اللي عايشين عيشة أقسم بالله ما نرضاها للدواب حتى أنها تعيشها. ناس لا لاقيه ميه ولا كهرباء ولا مجاري، مش عارفين ياكلوا لقمه عيش حتى حاف. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ملك، ملك مهيمن على الكون ده كله. كل واحد ظلم هيقف بين ايدين ربنا، وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر ظالم ابدا. لا يمكن انسان ظلم لا يمكن يعدي من على جسر جهنم إلا لما لازم ينزل عشان يدوق اللي دوقه للناس في الدنيا. هي دي العظة والعبرة، هي دي الحاجة اللي لازم نقف فيها مع نفسنا. كل واحد فينا يراجع نفسه يقول: أنا ظلمت مين وأذيت مين وهأذي مين؟ وبفكر يا جماعة الموضوع أكبر مما نتخيل. الموضوع مش موضوع الشعب يريد إسقاط النظام، أهو النظام سقط واتحاكم وبيحصل وهيتحاكم، ولسه ده ذل الدنيا، ده لسه ذل الآخرة، لسه ذل الآخرة. لأن الموضوع مش موضوع توبة، ده مش موضوع واحد طالع ماسك مصحف وهيقرأ فيه آيتين ويقول استغفر الله. طب ذنوبك اللي بينك وبين ربنا خلصت ماشي، إنما الناس اللي اتقهرت واتدبحت واتبهدلت دي، ده حقها تاخد يوم القيامة. فده درس لينا، درس لينا إحنا. الموضوع مش موضوع إسقاط نظام وبس، الموضوع ان في اخلاق جوانا احنا لازم تسقط، اخلاق وحشه، في ظلم ما بيننا، في اذى ما بيننا، في كذب ما بيننا، في نفاق ما بيننا، في خيانات ما بيننا، مش ما بين الناس كلها طبعا، بين بعض الناس يعني. وان دل على شيء، تعالوا نشوف 11 مليون قضيه مرفوعه في بلد واحده. سبحان الله، ده ايه ده ايه اللي في البلد دي؟ 11 مليون قضيه مرفوعه، 99% منها قضايا متفبركة من ناس عشان تظلم ناس. ليه؟ هتستفيد ايه من الظلم؟ ايه اللي هتطلع بيه لما تظلم جارك ولا اخوك ولا قريبك ولا ولا ولا؟ سبحان الملك. يعني ده انا اذكر ان واحدة مرة ست عندها حوالي كم سنة يا جماعة، داخل على 80 سنة، والله داخل على 80 سنة، وجاءت، وكنت في يوم من الايام في زيارة لاحد اقاربه، وجاءت تبكي. خير يا امي؟ قالت لي: يا ابني انا ماليش حد في الدنيا،
أنا جوزي مات وأولاده مات وأولادي مات وأنا قاعدة في شقة صغيرة خالص يعني أوضتين وصالة ولا لا أملك إلا قوت اليوم يدوب من حتة معاش بسيط جايني. صاحب البيت رجل ظاهره الالتزام، خاله عمل قضية كيدية عشان يطردها من الشقة عشان يروح يبيع الشقة. تقول له حرام عليك يا ابني، أنا عندي 80 سنة أترمي في الشارع أروح لمين؟ ده لا ماليش حد في الدنيا، ده لا مقطوعة من الدنيا. ورغم ذلك رماها في الشارع، رماها في شارع ست عندها 80 سنة. وبعدين تقول لي ظلم نظام ومش نظام، لا ده احنا في مظالم ما بيننا صعبة جدا، في مظالم ما بيننا في غاية الصعوبة. وياما شفنا ناس حتى من أهل الفضل، من أهل الفضل بيظلموا بعض وبيأذوا بعض وبيكيدوا البعض مكائد لا تخطر على قلب بشر. الناس اللي بتخش الشهر ببعض على النت، والناس اللي بتقذف المحصنات، والناس اللي بتأذي بعض، والناس اللي ليل ونهار شغالين أذى بعض. وفي ناس ده، في ناس أعوذ بالله ربنا يعافينا وعافيكم، في ناس بتبات ليل ونهار تفكر إزاي أأذي، إزاي أتفنن في الإزاء. ده مشهد النهاردة عظة وعبرة لينا يا مسلمين. سامحوني النهاردة الحديث ذو شجون، والله العظيم أنا محضر عناصر عن حب الله سبحانه وتعالى، لكن مشهد النهاردة جرني أن أنا أتكلم وأعبر عن إن الحرقة اللي جوه الواحد، علشان نقول يا جماعة ارحموا بعض، ارحموا بعض، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ده كلام حبيبك ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عايز تترحم ارحم، عايز ربنا يغفر لك اغفر، عايز ربنا يكرمك اكرم. اللي انت عايزه من ربنا اعمله في عباده. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول كده: احب الناس الى الله انفعهم، واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه. مش روح تتبلى عليه، مش روح تاذيه، او تكشف عنه كربه، او تسد له جوعا، او سبحان الله. شوف الخير. ولا ان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ومن مشى مع اخي في حاجتي حتى يثبتها له اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام على الصراط. وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شوف سبحان الله، شوف بعد الخير ده كله نبي يقول لك خد بالك بعد ما تعمل الخير ده كله سوء الخلق هيفسد كل العمل ده. ايه المقصود بسوء الخلق هنا؟ المن والأذى. عملت له خدمة وبعدين كل ما اشوفه اقول له ها اخبار الخدمة اللي عملت لك ايه؟ جبت له الشقة عايشه فيها ها الشقة اخبارها ايه؟ جبت له حذاء يمشي بيها الحذاء كويس؟ جبت له لبس ها ما بتلبسش اللبس اللي انا جايبه لك؟ بتذل فيه ليه؟ بتمن على الإنسان ليه؟ اعمل الخير واحتسبه عند الله وانساه. والإحسان لا ينمو ولا يعيش إلا بإحسان مثلي. إنما تحسن الإنسان ولو 100 مرة ثم تسيء إليه وتزله وتمن عليه ينسى كل الإحسان اللي فات، يقولك يا ريتك ما عملت معايا حاجة. شوف قد إيه. فإما أن تنسى هذا الإحسان أو تتبعه بإحسان آخر. إنما إحسان ثم من وأذى لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. انت ما تتبعش الصدقه بمن واذى، اوعى تاذي الناس ولو بالمشاعر. شوف قد ايه حرص الاسلام ان انت ما تاذيش انسان في مشاعره، مش بقى تاذيه بقى بالظلم والضرب والقهر والتعذيب والاعتقال ايه ده يا جماعه، ايه ده يا جماعه؟ قلوب ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. الواحد بيقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به والله العظيم. قعدت النهارده اتخيل كده وانا انظر لهذا المشهد العجيب، قلت سبحانك يا رب، ده ذل الدنيا، امال ذل الاخر هيبقى شكله ايه؟ امال ذل الاخر ده هيبقى هيتعمل فيهم ايه ولا هيتعمل؟ يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يا رب يا رب ينجينا يا رب ونلقى الله بلا مظلمه. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لك من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله، مش بعد اسبوع ولا بعد شهر، فليتحلله منه اليوم. الحق نفسك اخويا، ابوس ايديك، الحق نفسك لو في مظلمه اغتبت واحد اثنين عشرة قول اللهم اغفر لي ولهم يا رب. طب انا مش فاكر اغتبت كم واحد، قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته. سعيد بالنميمة بين اثنين، روح اصلح، الله يبارك لك، روح اصلح ما بينهم. طب هيبقى شكل وحش، يبقى شكلك وحش مش مشكلة، احسن ما يوم القيامة تلاقي نفسك في النار، ربنا يعافينا وعافيك. ده النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، يعني بجوار قبرين، الحديث رواه البخاري ومسلم.
فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، هو مش كبير في عينكم لكن هو كبير عند الله، ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي، ورواية لا يستنزه من بولي، ورواية لا يستبرئ من بولي، شفديه. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، دي رواية البخاري ومسلم، رواية أحمد بسند صحيح. أما أحدهما فيعذب في الغيبة. ولذلك العلماء قالوا ثلاث حاجات من أعظم أسباب العذاب في القبر هو عدم الاستبراء من البول أو عدم الاستتار من البول والغيبة والنميمة. تخيل يبقى شكلك وحش، إيه المشكلة؟ روح قول لفلان أنا آسف يا أخي، سامحني والله أنا وقعت بينك وبين فلان وهو والله ما قال عليك كذا، وروح قول للتاني وسامحوني يا جماعة دي كانت نزغة من الشيطان، والله عز وجل يقبل التوبة، أنتم مش هتقبلوا التوبة، سامحوني أنا آسف، ولن تتكرر إن شاء الله، هيسامحك حتى لو زعلوا منك، ما يزعلوا معلش شوية وهينسوا إن شاء الله. ولما كده إن شاء الله تدعو إن ربنا يشرح صدورهم ناحيتك ويصفي القلوب، هتصفى القلوب والله. إنما أحسن ما تخش تعذب في قبرك، عامة عذاب القبر من البول والغيبة والنميمة، خدوا بالكم يا مسلمين. طيب أدي غيبة وأدي نميمة، طب كلت فلوس الناس، ويا مناس يا مناس كلت فلوس ناس كل أسف ولا فرقة معها، وتيجي تسأله ويبواكل فلوسك وحرامي وسرقك وتسأله تقول له يا أخي يقول لك لو سمحت ما تزعجنيش أنا طالع عمرة، عمرة كل سنة وحياتك طيب، عمرة إيه اللي هتعملها دي؟ ده ربنا لا يريد منك لا عمرة ولا حج ولا عايز منك حاجة، إنما ده أنت روح سد فلوس الناس اللي حرقت قلبهم وسرقتهم أولى عند الله من أنت تحج 70 سنة ورا بعض. آه طبعا فلوس ناس مظالم عباد، وياما بيوت اتخربت، ياما جاء ناس جوني والله أقسم بالله، ياما ناس جوني ويقول لي فلان سرقني في 400,000 جنيه وخرب بيتي ودمر ولادي، فلان سرقني في 100,000 جنيه وحرق قلبي وجاب لي المرض، وفلان سرق مش عارف ايه وجاب لي جلطة وترميت في المستشفى. ليه؟ الدنيا مستاهلة ايه؟ الدنيا كلها لو ربنا ادها لك انت لوحدك فلا يعد ذلك اكراما، لان الدنيا زي ما النبي قال عنها ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هي دي الدنيا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة ماء. أخويا وحبيبي بالله عليك يلي بتصوم رمضان، يلي بتصوم وبتصلي التراويح ما شاء الله وبتقرأ القرآن وبتبكي بين يدي الله وانت واكل فلوس البشر، روح أدي الفلوس أخويا، روح أديها بدل ما تصوم وتدي له حسناتك وتقرأ القرآن وتدي له حسناتك وتصلي وتدي له حسناتك، تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك مفلس. عايز أسألك سؤال، في حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك لدرجة إن أنت ممكن تخش النار عشان خاطره؟ والله ولا أبويا وأمي، أخش النار عشان خاطر أبويا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنا أخش النار عشان أمي؟ ليه؟ أخش النار عشان أبويا؟ عشان زوجتي؟ عشان ابني؟ لا، ده الأنبياء اللي احنا ما نجيش حاجة، في ما نجيش ذرة في 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 يعني تقاهم وفي حبهم لله وعبادتهم. يوم القيامة كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، شفدي؟ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، روح أدي الفلوس اللي عليك. طب معيش فلوس أعمل إيه؟ كلت على الواحد، كلت على صاحبك كم؟ أدي فلوس؟ والله حوالي 50,000 جنيه، روح له بـ1,000 جنيه. معاك 1,000 جنيه؟ أه لا معي 5,000، روح له بـ5,000. سلام عليكم يا أخي، سامحني أنا كلت عليك 50,000 جنيه وانت عشان انسان طيب ما كتبتش عليا شيك، ادي 5,000 وكل شهر ليك عندي 1,000 جنيه ودي ما قدرت والله، والله ما اقدر غير على كده، كتبني باقي الفلوس شيكات كل شهر بـ1,000 جنيه وخد مني الـ1,000 جنيه لعل وعسى عشان لما اموت يبقى معاك ما يثبت ان انت ليك عندي 45,000 جنيه. الراجل ممكن يكون كريم، وانا اعرف واحد قلت له يعمل كده وراح للراجل وكان ليه عنده 10,000 جنيه، قال له سامحني والله دي إمكانياتي 1,000 جنيه وكل شهر خد مني 500 جنيه. قال له عشان مرؤتك وعشان أدبك وأخلاقك أنا هاخد الـ1,000 جنيه ومسامحك في الـ9,000. حد عارف؟ سبحان الملك، دي دنيا، دنيا والله ما تساوي حاجة. يوم القيامة يتمنى الرجل أن يفتدي نفسه بكل كنوز الدنيا، شفديه؟ يعني سبحان الملك. فانت اديته الـ5,000 والراجل قال لك طب ماشي هاخد منك كل شهر 1,000 جنيه.
سددت 5 شهور ومت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. طب هنعمل إيه في المشكلة دي؟ تتحل بحاجتين، ربنا هيؤدي عنك إما في الدنيا إما في الآخرة. إما في الدنيا بأن يوسع على الورثة فيسدوا الدين ده، وإما حتى لو موسعش على الورثة يوم القيامة ما دمت أنت أخلصت النية لله إن أنا عايز أدي، والله ربنا سبحانه وتعالى هيأتي بغرمائك الناس اللي لهم فلوس عندك، خدوا مكان الدين ده قصر في الجنة، ياخدوا القصر ويتنازلوا عن الدين. بس مجرد بس إرادة وصدق مع الله. ولو عايز ربنا يسد دينك، خد الحديث الجميل الذي رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح، أن النبي دخل المسجد فوجد رجلا مكتئبا مهموما، قال: ما بك؟ قال: دين علي يا رسول الله لا أستطيع له قضاء. قال: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن أدى الله ما عليك ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. رددوا خلف هذا الدعاء واكتبوه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. الله، ولو كنت عملت جرائم أكتر من كده، الحق وتحلل من المظالم قبل ما توقف بين إيدين ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما منكم من أحد، الحديث في البخاري ومسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. الله العظيم يا جماعة، ذل الدنيا ولا ذل الآخرة يا أخي. يعني إيه يعني لما 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 أنت في الدنيا تتحلل من المظالم، حتى لو الناس يعني قبلوك مقابلة وحشة، عملوك معاملة وحشة، قطعوك، عملوا اللي يعملوه، بس المهم اتحلل من المظالم، خلص نفسك من المظالم. كنت دايما أقول لإخواني، لو الإنسان جاء يوم القيامة بالفرائض ومع الفرائض ديت بس فقط بر والدين وبعد عن المظالم، أقول له أبشر بكل خير، لأن عقوق الوالدين من مبطلات الأعمال أو من محبطات الأعمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من 3 يا جماعة تخيلوا مين؟ العاق الوالدين، اللي ظلم أم وأبوه، اللي أهر قلبهم، ويا ما ناس والله أهروا قلوب أهليهم. والله والله العظيم كان أنا يعني سبحان الله، يعني أنا في الوقت الحالي بقالي فترة لا أستطيع أن أتلقى تليفونات نظرا لظروف صوتي ومشاكل صوتي، لكن حينما كنت وما زلت أتلقى رسائل فقط على الموبايل، لكن حينما كنت أتلقى مكالمات على الموبايل، والله كان الواحد قلبه يعني بينخلع من اللي بسمعه من مشاكل العقوق. كانت الأم تتصل أو الأب يتصل، والله يحكوا حكايات يا جماعة تقطم الظهر. أب يقول لي: والله في مرة من مرات مسجد من المساجد كنت بدي فيه درس عن بر الوالدين، خارج بره لقيت راجل خارج لي بره بيقول لي: والله يا شيخ محمود عايزك ضروري. قلت له: أمورني خير؟ قال لي: بص أنا عايزك تشوف المنظر ده وتعلق عليه. والله رفع قميصه كده كشف لي بطنه وظهره في الشارع، والله والله ما أنسى الموقف ده في الشارع. قلت له: إيه ده؟ لقيت بطنه وظهره مقسومين بسكينة، كأن واحد كان مفصول عن بعضه ومخيطينه، بطنه وظهره داير داير مقطوعين بسكينة كده. قلت له: ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ قال لي: ابني الوحيد. قلت له: ابنك؟ قال لي: والله ابني. وقعد يبكي. قلت له: خير؟ قال لي: انا رجل غني، رجل الحمد لله عندي ملايين، وعندي عمارة كاملة على النيل مباشرة، عمارة فخمة جدا، وده ابني الوحيد. ابني ده بيقول لي علمته في مدارس أجنبية وديته كل اللي هو عايزه، جبت له كل اللي اتمناه، سفرته وفسحته في أوروبا وعملت له رحلات حول العالم، ويعني خليته شاف اللي ما حد شافه. ولما كبر جوزته وديته شقة على النيل، شقة دوبلكس فيلا تعتبر في عمارة على النيل. قال لي: ديته شقة بساعتها أظن على ما أذكر ساعتها قال لي 200 متر 200 و200 400 متر، يعني دورين، فاهم ازاي؟ حاجه دوبلكس ما شاء الله على النيل مباشره. قال له: جبت له عربيه مرسيدس احدث موديل، وبديله شهريا مبالغ لا تتخيلها، وجوزته، راح شم هيروين وبقى مدمن، كل يوم عايز اوروفات عشان يشم، يقول لي ببقى معايا بديله مره واحده بس، كانت الفلوس مش معايا، كانت في البنك. قلت له: يا ابني اسحب لك بكره فلوس. قال له: دلوقتي حالا. قال له: معيش. دخل سحب سكينه من المطبخ وشق بطن والده وظهره، كان عايز يقطم والده نصين،
وده ابن تخيل، والأب عمال يبكي. قلت له عملت إيه مع بعد كده معاه؟ قال لي ساب البيت وهرب، وكل شوية يجي ويهددني وياخد فلوس ويمشي وهكذا. قلت له تسمح لي أقول لحضرتك كلمة؟ قال لي تفضل. قلت له حضرتك ابنك ده اللي انت صرفت عليه دم قلبك، عمرك في يوم من الأيام ذكرته بالله؟ عمرك في يوم من الأيام قلت له تعالى خش صلي في المسجد؟ قال لي عمري ما خطرش على بالي الموضوع ده. قلت له أنت اللي غلطان، سامحني. يعني لما تسيب ابنك ما يعرفش حق ربنا، منين هيعرف حقك أنت إذا كان نسي حق الخالق سبحانه وتعالى؟ مشكلة كبيرة. لكن ممكن نقول الراجل ده غلطان، لكن في ناس كتيرة مش غلطانين، في ناس كتيرة جدا، ناس أفاضل بيصلوا يعرفوا ربنا ودلوا أولادهم على الخير لكنهم لم يلتزموا، وضرب وتعذيب وإهانة وأكل فلوس أمهاتهم وأبائهم، والأباء ليل ونار بيشقروا. ياما ياما أمهات بتباتوا دموعها على مخدتها، وياما أباء بيباتوا دموعهم على مخدتهم من كتر العقوق اللي شايفينه من أولادهم. ده ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى النهاردة لما تقعد تنظر لعاقبة الظالمين وتشوف المشهد اللي شفناه النهاردة، المشهد ده يخلي عقلك يلف. احنا كأننا في حلم، احنا مش مصدقين نفسنا، كأننا في حلم. اللهم لا شماتة، والله ما الله ما بنشمت في أي حد، لكن بنقول هي دي نهاية الظلم، هي دي نهاية الظلم فعلا. ومش بقول كده ان واحد صعبان عليه سين ولا عين ولا صاد، لا ده صعبان علينا أكتر، شعبنا اللي اتدبح واتقتل واتبهدل وشاف المر كله في السجون والمعتقلات. لكن عايز أقول احنا نفسنا برضو جوانا ظلم، عايزين نرفع ظلمنا عن بعض، عايزين نفتكر ان في مظالم هنتسئل عنها يوم القيامة، عايزين نفتكر ان مفيش حد في الدنيا ممكن توصل غلاوته لدرجة ان انا اخش النار عشان خاطره. يبقى عنوان حلقة النهاردة لا ظلم، او لا للظلم، لا للظلم فعلا، لا للظلم، مش عايزين ظلم خلاص بعد النهاردة. وعايزين نفتكر قول المولى عز وجل للمظلوم ولدعوة المظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كان في ملك الفرس اسمه كسرى. كسرى ده كان بني قصر كبير جدا، قصر فخم قوي، وكان في ظهر القصر ست غلبانة وعاملة عش صغير كده، كوخ صغير كده خلف القصر بحيث ما حدش هيشوفها يعني. وكانت تأوي لي تروح تشتغل طول النهار، وهي كبيرة في السن وعجوزة، وآخر الليل تيجي تأوي إلى الكوخ ده وتنام فيه. كسرى في يوم الآن بيستعرض القصر، فبيلف حوالين القصر فشاف الكوخ، قال لمن هذا الكوخ الذي شوه منظر قصري؟ قالوا له امرأة عجوز تأوي إليه في آخر يوم لتستريح. قال هدوه، اهدموا الكوخ ده. فهدموه. فلما رجعت المرأة بعد شغل طول اليوم ورجعت وهي تعبانة نفسها تنام في الكوخ، لقت الكوخ مهدود، فقالت من الذي هدم كوخي؟ فالحرس قالوا لها كسرى. قالت اللهم إن كنت أنا لست موجودة، أنا ما كنتش موجودة، فأين كنت أنت يا رب؟ فغضب الله عز وجل لها، فصلت ابن كسرى على كسرى فقتله. تخيلوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ظلم وحش قوي قوي قوي. يا ده أنا لو قاعد أحكي لكم بقى حكايات من السلف ومن الخلف حتى عن عاقبة الظلم قد إيه. شوف عايز أقول لكم حاجة، ودي أصعب حاجة ممكن يتخيلها إنسان. في ذنوب يا جماعة الإنسان بيتعاقب عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن في ثلاث ذنوب الإنسان بيتعاقب عليها مرتين. تخيلوا إيه ده الكلام ده؟ والله الكلام ده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. الظلم وقطيعة الرحم، تظلم هتتعاقب في الدنيا ولسه الآخرة، تقطع الرحم هتتعاقب في الدنيا ولسه الآخرة. طب والرواية الثانية؟ الرواية الأولى عند البخاري ومسلم، الرواية الثانية عند الحاكم سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة يوم القيامة، اللي هم إيه؟ البغي وعقوق الوالدين. يبقى البغي اللي هو الظلم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ثلاث ذنوب الإنسان بيتعاقب عليهم مرتين. تلاقي واحد بيعق أمه وأبوه وبعد كده يتجوز
فيخلف فاولاده يعقوه ده في الدنيا ولسه حق امه وابوه ما اتخذش في الاخره. يبقى يتظلم في الدنيا زي ما ظلم وفي الاخره يؤدي بقى المظلمه بقى يتعاقب عليها. خدت بالك؟ ويجي واحد مثلا يعق امه، واحد يظلم حد، ياكل فلوس حد، يضرب حد، يؤذي حد، يسجن حد، يقتل حد، فيحصل له برضه نفس العقوبه في الدنيا ثم تثنى له العقوبه في الاخره. حال الوقت كريم مع حضراتكم بسرعه، وانا كنت محضر النهارده كلام عن محبه الله، لكن سامحوني المنظر اللي شفناه النهارده كان محتاج ان احنا نتكلم والحديث ذو شجون. اسال الله ان يرفع الظلم عن المظلومين، وان يكفينا شر كل ظالم، وان يكفينا شر ظلم العباد يا رب العالمين، وان نلقى الله عز وجل وليس في رقابنا مظلمه لاي مخلوق على وجه الارض. اللهم امين. ان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله مع الكلام عن حب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلب ملحمه المعاني مواقف الايمان.